فإحنا في ليسون 2 يونت 4 في الكونكت بلس بنتكلم عن adjectives. adjectives الصفات اللي بنوصف بيها البلانت دي. في بلانت small صغير، big كبير. في بلانت كوكب بيكون close قريب، close to the sun. وفي بلانت تانية بتكون far far بعيدة. hot hot بتكون حر عشان قريبة من الشمس. cold cold بتكون باردة. cold cold برد. يلا مين كان على الدور؟ يلا يا مريم، ريد يا مريم الادجكتيفز. الاول سمول. هاي مريم سمول. سمول بيج. بيج كلوز. كلوز فار. فار هوت. hot cold cold. okay يلا تقى ريد يا تقى. small big close close قريب close بعيد far far hot hot burnt cold cold. okay يلا نور، ريد يا نور ال adjectives. Smell small small big close four hot cold hot or cold. Okay, thank you, Noor. Yale Adam, read the adjectives, the Adam. Sam, small, big, closed, far. Cold, hot. Okay. طيب احنا تعالوا بقى نتكلم عن الادجكتيفز دي. في يا جريد 2 حاجه اسمها degrees. يعني ايه degrees؟ يعني درجات للادجكتيفز، درجات للصفه بتاعتنا. يعني مثلا انا عندي اهو في كوكب بيكون small، في كوكب بيكون اكبر شويه، وفي كوكب بيكون كبير جدا. يبقى في حاجه اسمها degrees. يعني ايه degrees يا جريد 2؟ يعني درجات. يعني ايه degrees؟ يعني درجات. يعني ايه درجات برضو؟ يعني انا لما اتكلم عن حاجه، في حاجه بتكون اكبر من الثانيه، في حاجه بتكون اكبر او اصغر من الحاجه الاولانيه. يبقى دي اللي اسمها الدرجات بتاعه الصفه، الدرجات بتاعه الصفه، الدرجات بتاعه الادجكتيف. في درجه بتكون درجه نمبر 1 ودرجه نمبر 2، ودي اعلى درجه، درجه نمبر 3. فإحنا النهاردة هنتعلم إن إحنا إزاي نحول الدرجة الأولى اللي هي الصفة بتاعتنا من غير أي حاجة، زي صفة مثلاً big كبير، نوديها لأكبر، أكبر من، أكبر من، فنوديها للدرجة نمبر 2. ودي بنقول عليها يا grade 2 الكومبريتيف. يعني إيه كومبريتيف؟ يعني المقارنة، مقارنة الصفات، كومبريتيف المقارنة بتاعتنا. يبقى احنا هنتعلم مع بعض دلوقتي ازاي نعمل مقارنة بين الصفات ونخلي الصفة توصل للدرجة نمبر 2، يعني نعليها شوية. يعني واحد بيج كبير، واحد اكبر، واحد الاكبر خالص. لكن احنا دلوقتي عايزين نتعلم ازاي نحط الادجكتيف بتاعتنا في الدرجة الثانية. الادجكتيف بتاعتنا في الدرجة الثانية بنعمل حاجة اسمها ايه يا زياد؟ بنعمل حاجة اسمها comparative. يعني ايه comparative؟ الcomparative معناها المقارنة. comparative معناها ايه؟ المقارنة. المقارنة. طب يعني ايه برضو مقارنة يا ميس؟ المقارنة يعني انا بخلي واحد يكون اكبر او اصغر او
أكتر سخونة أو أكتر برودة من حاجة تانية. يبقى في المقارنة بتاعتنا لازم يكون عندي two things، لازم يكون عندي شيء وشيء تاني عشان أقارن بينهم. مثلا يكون عندي مثلا أحمد ومحمد، أحمد أطول من محمد، محمد أقصر من محمد. لازم يكون عندي مثلا two animals، مثلا الزرافة والفيل، الزرافة أطول من الفيل، الفيل أتخن من الزرافة. يبقى دايما لما نيجي نتكلم عن الأدجكتيفز في الكومبريتيف، الكومبريتيف محتاجة يكون في اسمين two names عشان أعمل مقارنة. لازم يكون عندي حاجتين أقارن بينهم، 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 لا إما اسمين أو شيء وشيء، كوكب وكوكب، ولد وولد، بنت وبنت، قطة وكلب، أنيمال وأنيمال، أي حاجتين بنقارن بينهم. طيب عشان نعمل الكومبريتيف بتاعتنا وتكون الكومبريتيف صح يا جريد 2، لازم نحط 1 2 3 4 5 5 words. يبقى لازم عشان نعمل الكومبريتيف بتاعتنا نحط كام word يا مريم؟ لازم تبقى الكومبريتيف بتاعتنا من كام كلمة؟ 5 words. كام كلمة؟ 5 words. الكومبريتيف بتاعتنا عشان تكون صح لازم أكتب 5 كلمات جنب بعض عشان أعمل مقارنة صح. طيب إزاي بقى أعمل مقارنة؟ تعالوا كده نتنعمل مقارنة بين الأيرث، الأيرث اللي هو كوكب الأرض، وبين جوبيتر، الكوكب اللي هو جوبيتر اللي هو كوكب المريخ. طب إحنا عارفين إن الأيرث حجمه كده هو، لكن الجوبيتر حجمه أكبر، فإحنا عاوزين نقول إيه؟ إن الأيرث أصغر من جوبيتر، كوكب الأرض أصغر من مين؟ من جوبيتر. يبقى أول حاجة نبدأ بيها الاسم اللي هو واخد الصفة الأولى. يعني إيه واخد الصفة الأولى؟ أنا عايزة أقول صفة صغير، أسأل نفسي هو مين الصغير فيهم؟ إيرث، يبقى أنا أبدأ بإيرث. طب أنا عايزة أعمل مقارنة بالكبير، مين الكبير فيهم؟ جوبيتر، يبقى أبدأ بجوبيتر. يبقى الاسم اللي هبدأ بيه هو اللي واخد الصفة بتاعتنا. الصفة بتاعتنا عايزة يكون طويل، أحمد ومحمد، أحمد الطويل، يبقى أنا أبدأ بأحمد. طيب القطة والفار، القطة هي الكبيرة، يبقى أنا أبدأ بالقطة. يبقى الصفة اللي أنا هستخدمها الاسم الأول هو اللي عندها كتير. مين الصفة اللي هستخدمها؟ الصفة اللي هستخدمها يا ميس النهاردة أنا عاوز أتكلم على صغير، سمول. يبقى أسأل نفسي مين الصغير فيهم؟ إيرث ولا جوبيتر؟ الصغير فيهم هو إيرث، يبقى أنا أبدأ بمين؟ أبدأ بإيرث. طب الكبير عايز أستخدم البيج، الكبير، مين الكبير فيهم؟ جوبيتر، يبقى أنا هبدأ بمين؟ هبدأ بجوبيتر. يبقى اللي واخد الصفة اللي هستخدمها هو اللي بيكون الاسم الأول، اللي واخد الصفة اللي أنا بستخدمها هو اللي بيكون الاسم الأول. هنا مين الاسم الأول بتاعنا؟ إيرث. طب ماله إيرث؟ إيرث إيز يكون، احنا نتكلم عن الإيرث، يكون أصغر، يبقى نحط الصفة بتاعتنا number 3 small. طيب small يعني صغير، أنا عايزة أقول أصغر، يعني عايزة أخلي الصفة بتاعتنا في الدرجة الثانية. يبقى لازم الأدجكتيف بتاعتي أضيف لها ER في المقارنة، لازم الصفة بتاعتي أو الأدجكتيف بتاعتي أضيف لها ER. يبقى airs is smaller. Airs is smaller، أصغر، أصغر من، يبقى smaller than. يبقى الاسم الأول is الصفة بتاعتنا نضيف لها ER، than الاسم الثاني، الاسم الأول بتاعنا airs is الصفة بتاعتنا small ونضيف لها ER، than الاسم الثاني. مين الاسم الثاني؟ اللي هو Jupiter. عشان أعمل comparative وتكون مظبوطة يا grade 2 لازم أحط 5 words، أدي 1 2 3 4 and 5. لازم أعمل comparative، أبدأ الأول بالاسم اللي واخد الصفة بتاعتي، وبعد كده أحط is عشان هو اسم واحد، أو أحط are لو هو plural جمع، يبقى airs is
الصفة بتاعتي أو الأدجكتيف بتاعتي small أضيف لها er يبقى smaller. Earth is smaller than Jupiter. Earth is smaller than Jupiter. طب يا مس لو أنا يا مس عايزة أعمل الصفة بتاعتي big أكبر، يعني عايزة أقول أكبر، يبقى ما ينفعش أبدأ بearth. ليه ما ينفعش أبدأ بearth؟ لأن earth مش هي الأكبر. مين الأكبر؟ Jupiter. يبقى 1 2 3 4 5. أول حاجة أبدأ جوبيتر. هدي جوبيتر، ماله جوبيتر؟ إز يكون كبير ولا صغير؟ يكون كبير، بيك، ولازم من البيك بتاعتنا نضيف لها إي آر، بس لازم نعمل دبل جي عشان الآي نبعدها عن الإي. يبقى جوبيتر إز بيجر، أكبر، bigger than. في المقارنة لازم نقول أكبر من، أصغر من، than دي معناها من. Jupiter is bigger than Earth. يبقى معنى الكومبريتيف بتاعتنا المشتري أو الجوبيتر يكون أكبر من الأرض. Understand ولا no؟ أهم حاجة في الكومبريتيف يكون عندي اسم واسم. أهم حاجة في الكومبريتيف بنبدأ بالاسم اللي هو واخد الأدجكتيف اللي أنا بتكلم عنها. أهم حاجة في الكومبريتيف بتتكون من 5 words، 5 كلمات أساسيين. الاسم الأول is، الصفة بتاعتنا بنضيف لها er زين الاسم الثاني. طيب تعالوا نعمل كومبريتيف تاني بين مثلا ميركوري اللي هو قريب من الشمس، ونبتون اللي هو بعيد عن الشمس. طيب أنا عايزة أقول قريب، قريب يعني close. يبقى أنا هبدأ بمين؟ هبدأ بميركوري. يبقى 1 2 3 4 5. أول حاجة أبدأ بميركوري. Mercury is close، وضيف له close R لأن هي أصلا فيها E. يبقى Mercury is closer بيكون قريب، closer than، أقرب من نبتون. أوكي understand كده. احنا عملنا مقارنة الكومبريتيف بين حاجتين، ادي اسم اول وادي السكند نيم او الاسم التاني. بعد كده بنحط is، بعد كده بنحط الادجكتيف بتاعتي، بس لازم اضيف لها er، لازم اضيف لها er زين الناون او الاسم نمبر 2. understand يا grade 2؟